كان عندنا مشكل ديال لاكارت ناسيونال وكانت تحلت لينا وكانت عندنا مشكل ديال هادشي ديال الازبال وديال سميتو اللي هو كنعيشوا واحد الدائره لا يرتى لها. وبالنسبه لهادشي دابا اللي وقع ماشي اول مره كيوقع لينا، حنا دابا خاصنا شي حلول جذريه اللي غادي نتهناو من هاد المشاكل بحال اش هاد الحلول اللي خاصكم؟ خاصنا الاستفاده ديالنا. الاستفاده شنو هكا؟ حنا خاصهم يديروا معنا شي حل. حنا هاد الناس هادو وهاد الساكنه كيطالبوا من الله سبحانه وتعالى والتدخل ديال السيد العميل والناس المسؤولين وسعاده القيد والدرك الملكي لان الناس يديروا معنا شي حلول جذريه. دابا هاد الناس هادو اللي عندهم مشاكل اللي ساكنين على الطريق دائما كيضرهم هاد الفيضان، دائما كيدخل عليهم. خاصنا واحد المحضر من عند سعاده القائد او من عند الدرك الملكي باش هادشي اللي وقع لنا اليوم ما يعاودش يوقع لنا غدا. وراه هادي راه كارثه وكنحملوا المسؤوليه لاولادنا. كان وقعت لهم شي حاجه ديال المدير ديال المؤسسه، المدير ديال المؤسسه ما كانش عليه يخرج التلاميذ من المؤسسه. المدير ديال المؤسسه والاساسيد غير شافوا الفيضان ركبوا خرجوا التلاميذ وركبوا على طوموبيلاتهم وهربوا. وحنا حصلنا هذا المفصل ما بيناتنا وما بين المؤسسه. كاينين الناس اللي باقي كيقلبوا على وليداتهم دابا باقيين تالفين لهم وليداتهم باقيين تالفين لهم. كان المدير ديال المؤسسه يشدوا الدراري يطلعوهم تيجيو الناس ديال الوقايه المدنيه يخرجوهم ولا يهمد المشويه ويخرجوهم، ماشي يخرجوا الدراري والدراري يبقاو يتلفوا وهي مدرسه غير ابتدائيه، ماشي الدراري بعقلهم ولا كبار غيعرفوا شنو غيديروا. كاين دري صغير بغى يقطع، شحال من دري صغير بغى يقطع والدالمه، شحال من دري صغير جبدناه، شحال من دري صغير خرجناه. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وهاد الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل. اذا الرساله ديالك المسؤولين، الرساله ديال المسؤولين، مسؤولين احنا وصلنا لهم الرساله عده مرات، عده مظاهرات، مشينا الرباط، مشينا العماله، مشينا لعند سعاده القائد. دابا حنا تنطالبوا باش تسوي الوضعيه ديالنا. حنا هاد الناس هادو يعطيونا الاستفاده ديالنا. حنا فين ما كنمشيو كنسولو كيقول لك تسنى بلاتي تسنى بلاتي، ما عرفناش اش غنتسناو. حنا الناس هادو عندنا الاستفاده ديالنا عطيوها لنا، ما عندناش يشوفوا يديروا معنا شي حل، نصلحوا المحلات ديالنا ويصلحوا لنا الطريق ويديروا معنا شي حل. شكرا. ما غاديش نبقاو ساكنين حنا وليداتنا في الله وكان. شكرا. نعم نعم. إذا المشاهدين بقاو معنا في البث المباشر كما كتشوفوا بالصورة، حالة كارثية في هذا الدور الصفيحي هذا اللي تابع جماعة بني خلف. السلام عليكم. السلام عليكم. شوفوا الحالة الكارثية. السلام عليكم. السلام عليكم. غنسولوك شد عادك. لا بس الحمد لله كي داير. واش غادي نقول لكم هادشي اللي وقع راه كارثه صراحه، كارثه. الضرر اللي وقع لكم، الضرر والرساله للمسؤولين. الرساله للمسؤولين يشوفوا من حالنا ويعطيونا الاستفاده ويحولونا من هنايا. واش هما عطاكم استفاده ولا مازال؟ مازال ما عطاكمش الاستفاده. اييه عطاونا الاستفاده ويحولونا من هنا. راه الا جات الشتا تنتكرسوا، جا بحال هذا الفيضان هذا كون جا في الليل راه كارثه. راه نعم ديما حنا الا جات الشتا تكون كثر ثاني من هكا. ديما لاله هكا. ديما الشتا بحال هكا. شدي غير هاد الفوقاني، هاد هاد شدي، تكلمي به تكلمي به. الشتا بحال ما هكا. جا تفرقع القادوس بحال ما هكا. هاد الناس ولي غارقين بحال ما هكا. شوف دابا هاد الناس هما، احنا دابا حنا صرحنا هاد الشيء وشوف هاد الناس هما باقيين غارقين بحال ما هكا. هذا هي الحاجه العيب. خصهم يدخلوا ويجيو يشوفوا. يدخلوا ويجيو يشوفوا. دابا المسؤولين بحال هادشي خاصهم يجيو يلبسوا البوط كيف ما لابسين وتا حنايا ويجيو ويشوفوا ويقيدوا ويعاينوا ويشوفوا باش يعرفوا. نعم راه كاين حتى هادشي هنا. احنا غنمشيو نشوفو، احنا غنمشيو نشوفو، احنا غنمشيو نشوفو هادشي كامل. ماشي الحالات هادو هنا كاينه وليدي تاع هادو ولا ثاني عمر. وراه بزاف على بنادم. احنا غنمشيو نشوفو. الله يعاونك. الله يدير شي تاويل ديال الخير. امين اولدي امين. فين؟ اها هنا غادي نمشيو غادي نمشيو. اذا المشاهدين حاله كارثيه ما توصفش صراحه، وكأن هاد الناس ولات عندهم ولاو منكوبين صراحه في المكان هذا. حاله كارثيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. هانتوما كما كتشوفوا بها الصوره راه كتوضح لكم كل شيء. حاله كارثيه بكل ما
غادي نيشان بلاتي نطلع بلاتي بلاتي يلا بلاتي يلا تفضل سير. اذا مشاهدينا هانتوما كما كتشوفوا بالصوره نسطينا التريبورتور درنا اوتوستوب. اذا هانتوما شوفوا الكارثه المياه من كل جهه. غنجيو عندكم نشوفوا هادشي غنجيو غادي نجيو نشوفوا هادشي. الناس محنين هنايا مكرقصين دابا باقي شي كيلومتر على قبل الماء المصدر ديالو. اذا المشاهدين بقوا معنا في الفتش المباشر اللي كنقول لكم مباشره من بني خلف. كنشوف هنايا واحد السياره ديال الاسعاف، انا غنحاول نزومي ربما راهم بداو شي راهي بعيد بشويه. دابا الماء منين جاي منين جاي الى بلاصه جاي من هنا. بركه عليا انا من هنا. لا لا بركه انا غادي نشوف بركه هكاك. شدوا لي شدوا هكا صافي لاحق. منين جاي الماء منين حنا نكتشفوا معكم المصدر ديال هاد المياه هذه. الو 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 من هنا ياك؟ منين جاي الماء منين جاي من تماك؟ من تما. إذا كنشوف السيارات ديال الإسعاف قبيلة عدد كبير من سيارات الإسعاف اللي داو عدد من المواطنين للمستشفى من هذا المكان هذا. حنا غادي نحاولوا باش نقربوكم من الصورة. فين نتوما؟ تم جاي اجي تم جاي من تم جاي نيشان هنايا تم جاي نيشان. راه واحد الريبورتر جاي ياك جي من وراه زرق. اذا بعيد شويه انا غادي نجي عندكم راه نجي عندكم غادي في بلاصه اخرى. صافي واخا يلا صافي يلا ديروا اللايف في بلاصه اخرى يلا. اذا مشاهدينا عدد كبير من المباشرات اللي غتشوفوه مباشره على الصفحه ديال ام بي لايف. المنطقه هنايا صعيبه بزاف. الناس محنيين مكربسين حوايجهم تكربسوا الادوات ديال الدراري تكربسوا. فوالا انتما كما كتشوفوا بها الصوره اذا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده كنتواجدوا بجماعه بني خلف دوار نواحي دوار رقرقه. عدد كبير من المياه اللي دخلت على الديور الصفيحيه ديالهم، وهاد المياه هذه وصلت حتى للشوارع العموميه في شوارع رئيسيه بين مدينه المحمديه وجماعه بني خلف. اذا بعد قليل غادي نوريكم مشاهد اخرى ومشاهد اخرى صادمه ان شاء الله بعد قليل عبر هذا البث المباشر ام بي لايف. بعد اقل من 5 دقائق غادي تشوفوا اشياء كثيره ان شاء الله. الى اللقاء.